بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من دروس الـ EAT 105 اللي هي مادة الإلكترونيكس 1 أو باسمها الجديد الـ Elite 105. طبعا أعد هذه السلايدات المهندس بخيت الغامدي، المهندس نافع العنيزي، والمهندس روبرتو سندوزا. أقدمها لكم أخوكم أحمد بحسن. اللي ما شاف الدروس السابقة من المهم جدا يشوف الدروس السابقة، لأننا الآن راح نتعامل مع الدايود في الـ AC connection أو الـ AC voltage source. طبعا مراجعة سريعة، اللي قلناه في السابق إنه هذا طرف الأنود هو الموجب، وهذا طرف الكاثود اللي هو السالب. الكرنت لازم يعدي أو الموجب لازم يدخل في هذا الاتجاه. قلنا كمان سابقا إنه الدايود بيعمل كسويتش، حيكون closed switch في حالة الكونكشن الموجب، فراح يوصل الكرنت يوصل للار لود، وحيكون open switch في حالة الريفيرس كونكشن أو نوصل الطرف السالب مع الطرف الموجب. هذا الريفيرس كونكشن حيكون open switch وما في أي كرنت حيعدي. فخلونا نشوف مع بعض كيف الدايود يتعامل في الاي سي. قبل لا نتكلم كمان عن الـ AC، في عندنا شيء اسمه الـ Peak Reverse Voltage. هذه في مواصفات الديود اللي هو أقصى قيمة فولتج يقدر يوصلها الديود في السالب، اللي هو لما تشبك الـ Reverse Connection أقصى قيمة مثلا هنا 70، يسموها الـ Reverse Repetitive Maximum Voltage، اللي هو أقصى قيمة في تقدر تستخدمها أكثر من مرة من غير ما ينحرق الدايود، وبعد هذا القيمة ينحرق الدايود يصير له دامج أو يصير بريك داون لهذا الدايود، وطبعا بالتالي دامج. فمثلا لو قلنا دايود في المواصفات حقته ال VRMM 70 أو سالب 70، هذه أقصى قيمة نقدر نوصل لها، بعد كده حيكون في دامج أو خطورة على هذا الدايود. معلومة جدا مهمة تفيدنا في التصميم، تفيدنا في معرفة نوع الدايود اللي بنشتري. طبعا عندنا هنا العلاقة بين الـ I0 والـ Dissipated Power، Maximum Dissipated Power. احنا عارفين من قوانين السابقة من مادة الـ 101 انه الـ Power يساوي I في V، فالآن I0 تساوي الـ Maximum Dissipated Power على الـ VF. I0 اللي هي limit on the average forward current، اللي هو الحد في الفورورد current، أقصى حد ممكن يوصل له الديود. الباور maximum power dissipated اللي هو الفورورد power dissipation rating of the diode، القيمة تبع الماكسيموم باور ممكن يستهلكه الديود أو ينتج الديود. الفورورد فولتج احنا عارفين انه 0.7 للسيليكون. كومبليت موديل دايود كيرف، طبعا احنا راح نتكلم هنا على الكومبليت موديل، فلنا اللي حننظر له اللي هو الشكل اللي باللون الازرق او الكيرف اللي باللون الازرق، اللي باللون لون الرمادي اللي هو الاكيوريت موديل، لسه هذا شويتين حنتكلم عنه. فزي ما احنا شايفين احنا عندنا ثلاثة مناطق للعمل. اول شيء منطقة الفورورد اوبريشن ريجن، وبعد كده عندنا هنا الريفيرس اوبريتنج ريجن، هذه المنطقة اللي هنا، وبعد كده عندنا المنطقة الثالثة اللي هي البريك داون ريجن. فهذه ثلاثة مناطق جدا مهمة لعمل الدايود. طبعا في حالة الفورورد زي ما درسنا سابقا حيكون في عندي مقاومة اسمها RB اللي هي المقاومة الداخلية للديود، طبعا حتكون سيريز في حالة الفورورد، وحتكون بارلل في حالة الريفيرس كونكشن، حنشوفها بعد شوية. وهي المقاومة هذه اللي بتسبب لي الكرنت اللي بيعدي هنا في حالة الأكيوريت، المقاومة البارلل. طبعا قيمة كانت بالمايكرو أمبير جدا صغيرة، وتكاد تكون أقل من 1 مايكرو أمبير في هذه الحالة. وطبعا عندي القيمة في الجزء الموجب من الـ Y axis بالملي أمبير، فهذه جدا مهمة المعلومة أن نعرفها أنه القيم تفرق كثير جدا بين منطقة الريفيرس ومنطقة الفورورد. دلوقتي
ديفيوجن اند دريفت كارنت. طبعا ايش هو ال diffusion current؟ اللي هو this means that as long as there is a some forward voltage اقل من 0.7 there will be a small amount of forward current called diffusion current. زي ما احنا شايفين في الصورة هذا هو ال diffusion current. لو قلنا هذه 0.7 هنا عند بعدها يبدأ يشتغل ال diode، فهذه منطقة اللي هنا هي منطقة ال diffusion current او هذه قيمة الديفيوجن كارنت. ايش هو الدريفت كارنت؟ اللي هو الكارنت البسيط اللي يسببه المقاومة البارلل، هذه هي الدريفت كارنت. هذه صورة ثانية اللي باللون الاصفر يوضح لنا ايش هو الديفيوجن كارنت. معليش، هذه منطقة الديفيوجن كارنت، وعندنا زي ما احنا شايفين في الرسمة هذه منطقة الدريفت كارنت. The diodes had three distinct regions of operation. في ثلاثة مناطق محددة أو مميزة للعمل. زي ما احنا ذكرناها في الرسمة السابقة عندنا ال forward bias، طبعا يشتغل بعد ما يكون 0.7 أو 0.6 للسيليكون. عندنا ال reverse bias اللي هو في هذه الحالة يكون ال I يساوي سالب IS، ورا ال IS اللي هي saturation current. احنا عارفين في الرسمة حقتنا ال small signal القيمة الصغيرة هذه، وقيمتها زي ما احنا شايفين قلت لكم صغيرة تكون اقل من 1 مايكرو امبير، 10 أس سالب 15 تكون توصل الى هذه القيمة، جدا قيمة صغيرة. واخيرا عندنا زي ما احنا عارفين ال breakdown region اللي هو ال V يساوي VZK زي ما درسنا سابقا، اللي هي ال knee breakdown. VZK is called the breakdown knee voltage is a region of operation is useful in certain application. يحتاجوها في بعض التطبيقات انه يعرفوا كم قيمة ال breakdown. طيب عندنا types of rectifiers، عندنا هاف ويف ريكتيفاير وعندنا الفول ويف ريكتيفاير. الفول ويف ريكتيفاير برضو يقسم الى قسمين اللي هو السنتر تابت فول ويف ريكتيفاير وعندنا البريدج فول ويف ريكتيفاير. هنبدأ الان مع الهاف ويف ريكتيفاير، ان شاء الله نحاول نخلص الفيديوهات في 20 دقيقة نتكلم عن الهاف ويف ريكتيفاير. طيب ريكتيفايرز ار سيركتس ذات كونفرتس اي سي تو دي سي. دوائر الريكتيفاير او عملية الريكتيفيكيشن اللي هي تحويل ال AC signal الى DC signal. special diodes في ديود خاصة مصنوعة بمواصفات خاصة عشان تتحمل الكرنت. called rectifier diodes are designed to handle the higher current requirements in this circuit زي ما قلنا عشان تتحمل الكرنت. half wave rectifier زي ما احنا شايفين هنا convert AC to pulsing DC by acting as a closed switch during the positive alternation. في حالة ال positive alternation هذه هي المنطقة بيشتغل الدايود هذا ك closed switch، حيوصل حينقل نفس السيجنال اللي موجودة هنا. طبعا في ال ideal diode بنتكلم حينقل نفس السيجنال هذه حيخرجها في الاوتبوت في حالة البوزيتيف. طبعا في حالة الريفيرس حنشوف ايش راح يصير، راح يكون اوبن سويتش، حيكون هنا اوبن فما في كارنت راح يعدي. فالرسمة هذه معلش اعتذر ما هي واضحة، جايبها من الكتاب ولكن ما هي تمام. في حالة الريفيرس حيكون سلك عادي، وهذه الطرف الموجب يقصد به نفس اللي موجود هنا، وفي الريفيرس ما في اي شيء ظهر هنا، فكان المفروض يشيلوا الجزء اللي هنا او يورونا انه هذا الجزء انترك. طيب نشوف برضو هنا رسمات توضيحية، نفس الكلام احنا بنتكلم هاف ويف ريكتيفاير بيسمح ل 180 درجة فقط. طبعا احنا عارفين انه هذه تعتبر دائرة كاملة 360 درجة، 180 درجة فقط هي اللي بتعدي. في حالة الطرف الموجب حيكون كلوز سويتش راح يعدي الجزء الموجب، وفي حالة الطرف السالب راح يكون open switch ما في current I يساوي 0 فحيكون بهذا الشكل. فلو كررنا signal over time حتلاقي انه هذا الموجب عدى، السالب خط مستقيم، الموجب عدى، السالب خط مستقيم، والموجب عدى. ويظهر لي هنا شيء اسمه ال V average.
اللي هو الافريج فولتج اللي موجود عندي يساوي الفي بيك على باي. ليش على باي مو على 2 باي؟ لانه انا ما عندي في السيجنال الواحده في 360 درجه ما عندي الا باي هي اللي تعدي، باي يعني 180 و2 باي اللي هي 360 درجه. فقيمه الماكسيموم في بيك اللي عندي هنا مقسومه على باي اللي هي نصف الدائره، لانه نصف دائره هي اللي عندي تعدي فقط. فهذا اسمه الفي افريج، او كمان يسمى الدي سي فولتج، هي نفسها هذا هو حيكون طبعا الافريج في المنطقه هذه. طيب افريج فاليو اوف هاف ويف فولتج، نعيد الكلام مره ثانيه. انا عندي هذه المنطقه 2 باي، انا راح راح على طول اخذ في الاوتبوت باي اللي هي نصف الدائره، هذا قيمه الماكسيموم في بيك، وهذا عندي الافريج. ما علينا من الرقم هذا، هذا الرقم نقدر نثبته لو حطينا هنا افتراض انه الفي بيك بواحد على باي، حنطلع لنا الرقم هذا اللي هو قيمة الباي المقسومة. حناخذ مثال على ذلك، ار ام اس لنص ويف اللي هي في بيك على 2. قانون هذا جدا مهم، حناخذ مثال على القانونين مع بعض كيف يأثروا. عندنا الافريج في بيك على باي، وعندنا الار ام اس فولتج في بيك على 2، فهذه معلومة جدا مهمة اننا نعرفها. Example: What is the average value of half-wave rectified voltage in this figure? هذه الرسمة عندي ال V peak زي ما احنا شايفين هنا ب 100، هذه القيمة الوحيدة اللي أنا أحتاجها لأنه عندي ال average أو ال DC V peak على باي، وعندي بعد كده ال RMS V peak على 2، فأنا ما أحتاج إلا ال V peak تكون عندي. طيب Note that the average، ما علينا من الجملة هذه، خلينا نشوف من هنا ال average في بيك على باي، 100 على باي طلع لي نفس النسبة 31.8. طبعا باي اللي هي 3.14 من 100، لو نجي نقسم 100 على 3.14 حيطلع لي 31.8. طيب خلينا قبل لا نظهر السؤال او الحل، كالكوليت ذا في افريج او الدي سي فولتج، ما فرقت، هذا الطلب الاول. كالكوليت الفي ار ام اس اوتبوت فولتج اوف هاف ويف ريكتيفاير، هذا الطلب الثاني، يبغى الاي سي الفي اي سي اوتبوت فولتج اوف هاف ويف ريكتيفاير سيركت وين انبوت هاز بيك فولتج اوف ماكسيمم 10 فولت. وبعدين كالكوليت الريبل فاكتور، هذا شيء جديد اضفناه الان. فاحنا عارفين انه الفي افريج او الفي دي سي اللي هي تساوي الفي بيك اللي اعطاني هي الماكسيموم بيك فولتج ب 10 فولت على باي، وعندنا هنا الار ام اس اللي هي تساوي نفسها ال 10 على 2، حيطلع الناتج اكيد 5. وبعد كده عندنا قانون الريبل فاكتور، هذه هي طبعا النواتج السابقه، قانون الريبل فاكتور اللي هو جذر ال VRMS اللي انا طلعتها تربيع على ال VDC اللي انا طلعتها برضو تربيع ناقص 1. قانون جدا سهل، نعوض على طول ال VRMS تربيع اللي هي 25، ال VDC تربيع اللي هي حتطلع لي تقريبا 10.11 من 100، وبعد كده نوجد الجذر ناقص 1 طبعا تحت الجذر، نوجد القيمة حقتنا بكل بساطة. طيب نيجي نكمل. effect of the barrier potential، طبعا احنا من الاول جالسين نتكلم عن الايديال دايود، فما اخذنا في الاعتبار الفرق الجهد تبع الخاص بالباريال اللي داخل الدايود، ففي تأثير طبعا اللي هو 0.7 هذه اللي تشغل السيليكون دايود ناقص الفولتج بيك اللي هنا عشان يطلع لي قيمة الاوتبوت، فهذه جدا مهمة. يعني لو انا دخلت هنا 10 حنقص 0.7 فهتطلع لي 9.3 في الاوتبوت. طبعا note that most VN must overcome the barrier potential 0.7، لازم تكون اعلى من 0.7 عشان الدايود يبدأ يشتغل.
هذه معلومة مهمة، لأنه لو كانت أقل من 0.7 حنيجي نطرح قيمة هنا من 0.7 حتطلع لي بالسالب، وهذا الكلام مستحيل. Approximately 0.7 is dropped across the forward bias diode junction. طبعا 0.7 هي اللي بنطرحها. The voltage is removed at the board base of the waveform. من البيس من تحت بيخصموا قيمة ال 0.7 أو الفولتج اللي يحتاج التشغيل. V output نفس القانون اللي ذكرناه سابقا يساوي V peak input ناقص 0.7 فولت. هذه عندي ال V peak، هذه عندي ال اللهم صل على محمد ال 0.7 اللي تحتاجها للتشغيل، والاوتبوت حيصير القيمة هذه اللي هي ال V peak ناقص ال 0.7. Example: draw the output voltage of each rectifier for the indicated input voltage voltage as shown below. The 1N4001 are specific rectifier diode. طبعا هذه قيمة أو رقم البارت نمبر اللي على الدايود اللي يستخدم في الريكتيفيكيشن. مواصفاته جدا ممتازة لعملية الريكتيفيكيشن. أنا عندي هنا ال V peak 5 فولت، أنا فقط أخذ بيك واحدة. من الأخطاء اللي سمعت عنها، أنا ما درست المادة، ولكن في بعض الطلاب بياخدوا البيك تو بيك، بيقول هنا عندي 5 و5 بياخدوا 10، وهذا غلط. فحناخد الفي بيك فقط من هنا، هي هذه اللي عندي، وبعد كده نقدر ناخد الرسمة حنطرح منها ال 0.7 اللازمة للتشغيل عشان اطلع لي القيمة 4.3، وبعد كده ارسم الرسمة في الاوتبوت حيكون فقط 4.3، واخذ الطرف الموجب والسالب انتهى. فلتر اند ريجوليترز، طبعا السيجنال اللي عندنا تحتاج لعمل فلتر، فعشان تكون سموذر او تكون ناعمة اكثر، فقط بإضافة كاباسيتور هنا عندي موجود، بإضافة كاباسيتور بارلل مع ال RL راح تغير لي شكل الاوتبوت كامل جدا. في حالة البيك وهو متصاعد، في هذه الحالة بيكون الكاباسيتور بيعمل تشارج، بيعمل شحن. بعد كده في حالة المنطقة اللي هو النزول هذا اللي عندي هنا والسالب، ابدأ يفرغ الكاباسيتور ببطء، وبعد كده في حالة الصعود مرة ثانية ابدأ الكاباسيتور اشحن، فبيغير شكل السيجنال اللي خارجه. A capacitor input filter will charge and discharge such that is fills in the gaps اللي هي الفراغات في السيجنال between each peak. This reduces variation of voltage. This voltage variation is called ripple voltage. طبعا الريبل فولتج اللي هي الاهتزازات في السيجنال، في شكل السيجنال، فالكاباستور بينعمها. خلينا نشوف شكل الاوتبوت في مرحلة الشارج، في مرحلة الشحن الكرنت بيعدي على الكاباستور عشان يشحن، وبعدين في مرحلة الديسشارج الكاباستور في الجزء السالب لما يكون السيجنال انبوت ده الجزء السالب اللي داخل، فالكاباستور بيفرغ ببطء على اللود. فزي ما احنا شايفين في مرحلة التشارج هنا، في مرحلة الشحن، بعد كده يصير عندي ديسشارج، وبعد كده يصير عندي تشارج، فهذه يسموها الريبل فولتج. يصير في زي الاهتزازات خفيفة في الاوتبوت فولتج، هذه فائدة الكابستور. نيجي نشوف السيجنال حق الكرنت. في كرنت عالي في البداية اسمه سيرج كرنت، اي سيرج اللي هو السيرج كرنت. طبعا نيجي نشوف الرسمة هذه، الريبل فولتج مع الفلتر تايم كونستانت. طبعا في علاقة طردية بين الكابستور والريزيستور، كل ما زادت قيمة الريزيستور كل وزادت معها قيمة الكابستور، كل ما صارت مور سموذ السيجنال الخاصة بالاوتبوت. زي ما احنا شايفين لما كان عندي الار ال هنا ب 500 والكابستور ب 150 مايكرو فاراد، كان النزول جدا حاد زي ما احنا شايفين في هذا السيجنال، ولكن خليته 1 كيلو مع 300 مايكرو فاراد، ف
فزي ما احنا شايفين اتغير الشكل السيجنال، شوية صارت سموذر زي ما احنا شايفين، هنا كانت نازلة الى هذا الحد وهنا نازلة الى هذا الحد في النزول في الطرف السالب. زدناها الواحد 1.5 كيلو الى 470 مايكرو فاراد، صارت جدا سموث وناعمة السيجنال، اشبه بالدي سي او اقرب بشكل الدي سي. هو هذا الهدف، اننا نحول الاي سي سيجنال الى دي سي سيجنال. احنا عارفين انه اغلب الاجهزة تقريبا 90 الى 95% من الاجهزة اللي بنشتغل عليها في البيت تكون دي سي، الجوالات، اللابتوب، التلفزيون، اي شيء تقريبا في البيت بيشتغل دي سي. اغلب الاشياء، ما نقول اي شيء، اغلب الاشياء اللي موجودة عندنا بتشتغل دي سي، فلازم يكون في دائرة ريكتيفيكيشن عشان تحول السيجنال اللي جاي من شركة الكهرباء الى دي سي سيجنال عشان نقدر نشحن الجوال، نشغل بيه اي جهاز ثاني عندنا. طيب البي كونفرس فولتج اللي هو البي اي في، اللي هو احنا بنتكلم على فولت اللي في السالب. طبعا احنا لو تتذكروا اخذنا شيء اسمه في ار ار ام اللي هو الماكسيموم فولتج في الريفرس، الريبيتيتيف ريفرس اللي اقدر اشغله اكثر من مره. هنا نفس الكلام اسمه بيك انفرس فولتج، اللي هو از ذا بيك ريفرس فولتج ابلايد تو ا دايود ان ا سيركت، the diode must withstand such voltage without breakdown، يعني القيمة اللي يتحملها الدايود قبل لا يصير له breakdown. ال BIV يساوي ال VS peak for half wave rectifier. وبكده احنا وصلنا لختام هذا الجزء، ان شاء الله ربي يكون وفقني في شرحه، وبإذن الله راح نشوف الفول ويف ريكتيفاير في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.